ينضم إلينا عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الميزان أو لحقوق الإنسان بغزة. سيد عصام، لماذا اشتدت الوتيرة في هذه اللحظات؟ لا أحد يعلم، هو استمرار لمسلسل تقتيل قائم، الموت ينتشر في سماء غزة. ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الآن يمثل قمة التصعيد واشتراك مع كل قواعد اللعبة السابقة منذ العام 67 إلى يومنا هذا. قصفت منازل على رؤوس ساكنيها، أتحدث عن منازل، عبارات متعددة الطبقات، قصفت على من بها دون تحذير وإنذار، قصفت شوارع ومنازل ولم يبقى شيء محصن في قطاع غزة. الهدف الأساسي هو إيقاع الأذى في صفوف المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، تدمير ممتلكاتهم. هذا المشهد هو المطلوب لحكومة أصبحت الآن خارج نطاق الأهوى عقلاني في السلوك في صمت المجتمع الدولي. سيد عصام، يعني أنت ما كنا نحذر منه أمس لأن الأسوأ قادم، الأسوأ يتحقق الآن. صمت دولي رهيب. أنت من القانون الدولي. تفضل. أنت من سكان غزة، هل بالفعل الضربات التي حدثت منذ قليل هي الأعنف خلال السنوات السابقة التي هجمت فيها غزة؟ نعم، هذه ليلة غير مسبوقة. طائرات تنتشر في سماء غزة، انطلقت وألقت موتها على السكان المدنيين، أطفال ونساء وبيوت آمنة. هي يجب أن تكون بمنأى عن كل شيء، لا يمكن أن تبرر لا بضرورة حربية ولا ضرورة أمنية. ما يرتكب نتنياهو وجنوده هي جرائم حرب تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر باقترافها. إذا نحن نتحدث عن عملية الآن مطلوب إيقاع الرعب في صفوف المدنيين وتدمير كل قطاع غزة. إذا بقي الوضع عليه إلى صباح الغد بهذا المستوى، أعتقد أننا سنشهد عشرات الضحايا والشهداء. الحديث عن 141 شهيد أو 150 شهيد هذا أصبح خلفنا، هذا نتحدث قبل ساعات. نعم صحيح، الآن أعداد بالعشرات، الحديث عن عدد بالعشرات، عائلات بأكملها تمت إبادتها. نتحدث عن 4 عمارات سكنية في غزة، في قلب مدينة غزة، في قلب حي الرمال. سيد عصام، يعني نسعى جاهدين لنقل الصورة كما هي من غزة ومن مختلف المناطق الفلسطينية، ولكن هل الخارج تصل إليه هذه الصورة؟ هل تصل إليهم هذه المعلومات دقيقة؟ أنا أعتقد أن المشكلة لم تعد في المعلومة. نعم. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لم يسمع ولا نرى. كل الفضائيات تبث بشكل مباشر. هناك محاولة لإسقاط الصورة بقصف المباني وممتلكات وموجودات تلك الطواقم الصحفية والمكاتب الصحفية في قطاع غزة على رؤوس العاملين فيها. تدمير كل الأبراج كما حدث في برج الشروق وغيره. الهدف منه لأنه الصراع على الصورة الآن. الهدف منه إسكاب تلك الأصوات وحجب الحقيقة. لكن الذي يحدث الآن خطير، والعالم يعلم ما الذي يحدث. تحت شعار أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، يتم التضحية بالمدنيين الفلسطينيين بشكل واضح جدا، ويتم الدوس بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي وتحويلها إلى ورق تواليت. يعني هذا الصمت الرهيب. نعم. لما يرتكب. أين المنظمات الحقوقية العالمية حتى لم تصدر البيانات التي تساوي حجم هذا الدمار؟ هناك بيانات كثيرة، المشكلة ليست في هذا المستوى من الفعل الدولي ولا الفضاء العام. المشكلة الآن في العالم، الحكومات اليوم، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، التي يجب عليها الآن أن, 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 أن تقوم بما يملي عليها ما ارتضته لنفسها ما بعد الحرب العالمية الثانية. نحن نتحدث عن جماعات العالم المتحضرة التي وضعت أسس وقواعد الكون، الآن يتم الانقلاب عليها لمصلحة دولة مارقة ارتكبت في 3 حروب سابقة على قطاع غزة من قبل لجان محايدة شكلتها الأمم المتحدة، لأنها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومحكمة الجنايات الدولية قامت بما هو أقل مما يرتكب اليوم، تطالب بفتح التحقيق. نحن نتحدث الآن عن تغير نوعي وكمي. هناك أرض محروقة، يتم التعامل مع قطاع غزة كأرض محروقة، حرق المكان وتدمير من فيه. وبالتالي نتحدث عن ما هو أكثر من جرائم مرتكبة، هو فجور لجرائم الحرب، هو فجور يستوجب الآن التحرك. والوقت في غزة يحسب بالدقائق وليس بالساعات وليس بالأيام، ليعلم الجميع ما الذي يحدث في قطاع غزة الآن. الوقت يحسب بالدقائق. نعم. وأنا أعتقد أن الوضع الآن خطير، وهو يهدد الأمن والسلم الدوليين على نحو غير مسبوق.
سيد عصام واضح الموضوع ليس معلومات نعم. وليس ان الصوره لا تصل، الصوره تصل للجميع ولا يمكن لاحد ان يدعي انه لم يرى ولم يسمع. الاراده الدوليه غير متوفره ويتم التضحيه بالمدنيين الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزه وانما في عموم الاراضي الفلسطينيه، وفي ذلك نقل خطير جدا للصراع. كيف سيد عصام تبيتون في غزه منذ بدايه هذا القصف؟ يعني انت تتحدث معي وانا وعائلتي نعم. الان تركيب كل الغرف وكل البيت ونتجمع في مكان لا يتجاوز عن مساحته متر في مترين، والبيت مساحته 270 متر، تركناه كله ولجأنا الى مكان يفترض ان يكون امن. بالمناسبه عند الخطر في كل العالم، عند الخطر يترك الناس منازلهم، المنازل تصبح خطره ويتم اللجوء الى ملاجئ واماكن امنه. نعم. الا في قطاع غزه عند الخطر يتشبث الفلسطينيين بمنازلهم. اين يذهبوا؟ يذهبوا الى مطابخهم، يقصف المطابخ بالمنزل بالعماره على رؤوس من فيه. لم يعد هناك مكان امن في قطاع غزه، لا يوجد فيها سفره انذار في قطاع غزه. طياره بتطلع في السماء تقصف وعند شهداء واحسب عدد مباني وجرائم حرب. هذا كلام عبث عبث، لم يعد ابدا مقبول ولم يعد ابدا ممكن ولم يعد ممكن التسامح معه. نعم. احنا امام مشهد هو مروع، وانا اعتقد مره اخرى اقول بان الوقت يحسب بالدقائق والأسوأ قادم اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ظل هذا الصمت الرهيب. انا انقل صوره اقل مما هو في الواقع. العائلات كلها مشاريع شاهدة، بمعنى انه انت لا تعلم اين الصاروخ القادم، في بيتك، عند جارك، يعني كل المنازل عرضه الى ذلك. والادعاء منها اهداف امنيه، كيف يمكن تبرير قصف منزل على رؤوس ساكنين من اطفال ونساء؟ نعم. هذا الوضع خطير ويستوجب تحركا من نوع مختلف هذه المره. شكرا سيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان بغزه.